السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم يا أحباب في قناة نجاة زريالي. هذا اليوم جبت لكم الوصفة المنتظرة، هي وصفة السمسة. أعتذر لأني طولت شوية، اللي صار لي مشكل في الهاتف. يعني الوصفة كانت واجدة من شعبان إلى الشفا، وهذه النهار اللي درتها هدية للسيدة بابو. يعني من شعبان يا واجدة، للأسف تبلوكالي كلش. المهم الحمد لله هنا بيسوفي. المقادير إذا ناكو تشوفوا هنا يا فارينة ويدام، الوغ الكيل تاعها هو 4 كيلات فارينة، 4 مزيوغ دو فارين، يقابلوهم كيلا إدام، عفوا كيلا إلى ربع إدام. دونك 4 فارينة، 4 مزيوغ دو فارين تاميزي، اون بيسيت سيل، شوية ملح، قرصة ملح، إي أون فادير اون دومي كويار كافي دو ليفيغ شيميك. كما راكو تشوفو هنا غير راس المغرف ولا راس الموس تاع لا ليفيغ، ما تكتروش. اون تاميز لي تو، غربلو كلش. فوالا هادو كامل النواشف، ودوك نزيدو ليدام اللي يكون بارد، واكد على ذلك. تحبو ديرو سمن، تحبو ديرو زبده، تحبو ديرو خليط، تحبو ديرو مرقانين، المهم كيلا الا ربع تاع ليدام. فوالا هاكو تشوفو. الوغ ليدام لازم يكون بارد، هادي اول استيوس كيما نقولو. راح نعطيكم ان شاء الله كامل لي استيوس باش تنجحوا فيها كامل. نمزج مليح، نبسس مليح هذاك ليدام، نخلطو مليح. فوالا يعني المقادير تاعها بسيطين وسهلين، بصح لا تكنيك تاعها لي شويه ولازم بالممارسه يا بنات. فوالا ان شاء الله كتبوا هاد الخطوه تحت تنجحوا فيها. هاي لك راني بسست الزيت، ماشي الزيت، ليدام هذاك بسستو مليح، ونديرو ما وما زهر، ان ميلونج دو اي دو دو فلور دو رونجي. هنايا درت لكم هذه كيله، بصح ما نقدرش ننصحكم نقول لكم كيله بالضبط البنات. المهم لازم تنطم، بصح اياكم واياكم انكم تجرى لكم لاباط. هذه لاستيس نيميرو 2، اون دو افوار اون بات فيرم با ترو مول. الا جرات لكم لاباط يا بنات تفسد لكم العجينه، اي سي غاتي. دونك روحوا معها غير بالعقل. هنا بون ابريوري خضات لي كيلا ما، بصح بو انا زدت شويه ما زهر، مي سا ديبون لا فارين، سا ديبون لو دوغري دابسوربسيون دو كل فارينه، كيفاش الماركه تاعها وكيفاش. دونك روحوا بالعقل مع الماء، حذاري ثم حذاري تجري لكم لاباط. دوك تشوفوا لا تيكستور تاع الفارينه كيفاش تجي لاباط. شو فادير هنا تشوفوا نغري بالعقل نطم في الماء، وانا ما قطعت لكم والو باش تشوفوا مليح كيفاش تجي. فوالا هاني شوفوا، هاني نزيد غير بالعقل راك تشوفوا شمخت يدي. يعني كيما ابوبخي الناس اللي موفين يديروا رشته، ما لازمش تجيهم طريه بزاف. فوالا شوفوا يا بنات هايليك، فوالا هايليك. هنا قسمتها اون دو، تحبوا تقسموها تحبوا تخلي كيما حبيتوا، يعني راني باش نسهل مهمه لعمري. اقسمتها على عجينتين، نسقمها بيدي هكذا بدون عجن. والسر الاخر لازم ترتاح، لا بات دو روبوزي او موان اون اور. تحبوا ديروها في الليل، ديروها في ساشي كيما نحن ندير، تخلوها ترتاح يا زينيا مليح عادي، مهم ترتاح، لازم ترتاح على الاقل لمده ساعه. فوالا هذا السر الثاني. هاوليك هنا برك راني بسط فيها باش تجيني سهله من بعد، وخليتها ارتاحت. تحبوا ساعه تحبوا نص نهار. فوالا اذا كنتو سخانه حطوها في الثلاجه عادي. الوغ بعد ما ارتاحت لي هايليك، دوك تشوفوا كيفاش كي نبدا نحل فيها شحال تجي سهله وبسيطه. هذا النشا ميزينا لا ماشين كيما راكم تشوفوا، حلال وجري ورا. وهنا عقدة اللوز درتها عاديه، حمصت اللوز رحيتو، درت 3 كيلات لوز، تقريبا كيلة سكر تقريبا ماشي معمره، قرفه ولميتها بالمزهر. فوالا هذا البلاطو اللي كنت تشوفوا فيه، فيه الساشي
لانه علاه؟ لانه العدو اللدود تاع السمسة هو الهواء. ما لازمش الهواء يقيس السمسة، ما لازمش يقيس لاباط. alors tenir à l'abri la patte à l'abri de l'air c'est l'ennemi numéro 2 après l'eau. شوفوا هذيك راني حليت لاباط تاعي عادي، هاي اللي كان بالحلال اولا، هنا حنديرها بالماشينه، نحلها بالماشينه، ندير دي بوندولات هكذا فوالا. لا يهم هنا شابين ولا ماشي شابين، لانه علاه دوك تشوفوا مازال الخدمه. وشوفوا كيفاش راني نغطي بسربيته، والما تبقى من العجينه راه مخبي في الساشي. بنشا ولا بالميزينا ندير هكذايا ان بيتي فيتاج هكذايا فوالا، ونعاود نطوي مره ثانيه. وتقدروا ديروا حتى 3 مرات او 4 مرات هذه العمليه، نتوما والوقت ونتوما الكميه اللي عندكم. شايفين على بها قلت لكم ما تفصلوا، ما تحلوها، ما تبقاش تنحيو في شاف الزوائد هذوك، باسكو دوك تشوفوا ريغاردي تو فا انتري دون لوتر، تو فا سو ديسيني يعني وحده. هاي ليك الطيه الاولى، برومي بلي، برومي بلياج toujours avec à l'aide de l'amidon la maïzena. Voilà, نفس الخطوه هاي ليك دو فوا ولا تخوا فوا كيما حبيتو. دير نفس العمليه اللي كامل هذوك لي بوندلات تاعكم. من بعد نحل الماشينه تاعي على اكبر رقم، دونك انا عندي لو بلو لارج نيميرو. اون باس نو بوندلات، ننصحكم تخدموا غير بالعقل بالكميه الصغار، ما ديروش كلش على ضربه لانها تنشف لكم. فوالا هذه الرقم الكبير كامل. فوالا دوك راك تشوفوا ندير لو مويان رقم 4 نيميرو 4 لو مويان، نعاود نحل لي بوندات تاعي. شوفوا لاباط كي جات شابه عاطيه الطوع عادي، ومع النشا تاني طبعا يعاون. فوالا ودوك نروح لو بلو ف لو نيميرو لو بلو لو بلو ريدوي نيميرو 1 عندي هنايا، هو الرقيق كامل، سي لو ديرني نيميرو. دونك هنا لي بوندلات سون اسي لونغ، دونك نقطعهم باسكو كي ديرو في نيميرو 1 سافا تخ سافا دوك زيد تطول اكثر واكثر. دونك هنا نقطعو لي بوندلات تاعنا، نحطو بجهه على بغي دو لير توجور فوالا، ونبدا نجوز لي بوندلات تاعي. هنا راني نظف المكان فوالا هالك. هاملك لا بوندلات رقيقه ارق رقم اللي عندكم. ندير العمليه ما ديروش كامل، هنا راكم تشوفوا بليزيور بوندلات، ناخذ غير زوج ولا ثلاثه، نخدم غير بزوج بثلاثه قلت لكم باش ما تنشفش. يفو كوفرير ا شاك فوا، يفو كوفرير باسكو سينو سا فا سيشي سا فا با دوني ان بون ريزولتا، وقت القليان تتسبط لكم. فوالا هنا سمحوا لي كنت سي باسكو لي بوندلات طوال، جيتي ان تران شيرشي لا ميور la meilleure position pour la caméra. Donc voilà. هاي ليك. ودوك نبداو الخدمه تاعنا بالجريوره، هنا بدلت الجريوره ما خرجتش عليا هذيك الصغيره. فوالا اون ايغاليز لي بوردور هذوك. العرض كيما حبيتو، تحبوا ديروا ان بابي توسعوا عليه تكيلوا عليه للمبتدئات، كو سوا بالعرض كو سوا بالطول. هادو لي شويه تاكو تشوفوني نطم فيهم، مش حنا نحط لابول تاع اللوز هذيك في الوسط، وسط الحبه فوالا. تحبوا تبلاطيوها بلاطيوها، انا ما نحبش نبلاطيها باش تجيني مقبه شويه الحبه، سي كون فولي. دونك احسبوا واحد زوج ثلاثه ثلاث طيات، وتقدروا تروحوا ربع طيات الا قعدت لكم لا شوت تاع لاباط غير شويه. فوالا هاي ديك الحبيبه تاعنا يا حبوبات، هاي واقفه شاده روحها
هذاك الفوطا جي درناه باسكو لا بات تاعي ماشي مشمخه بزاف. فوالا نعاود لكم هنا نفس العمليه. فوالا شويه عقده تاع اللوز تجي في وسط الحبيبه هاي ليك بلاطيو عليه جيرمون. واحد اثنين ثلاثة، وتقدروا قلت لكم تروحوا الربعة باسكو لا بات تاعي تري تري فين. فوالا هذه هي السمسه بكل بساطه، فقط نوصيكم على الهواء وخدموا غير دي بتيت كونتيتي كميات صغيره، ما تخدموش وبعد تقلي ولا لا، خدموا مثلا 10 حبات سختوا لك وحده كانت وحدها. انا هكذا نخدم حبيبات ونقلي ونعاود نكمل لا سويت ويا رايحه. اللي عندها المعاونه لا خدموا من اقليو من نشوفوا. مثلا قعدت لي هذه باش نشوف اسكو ندير ولا لا فارغه هكذا، درت شغل سيمولاسيون تاع يعني حبه. فوالا ومن بعد درت لها اللوز شفت بلي تكفيني. هنا نوريكم برك هذه الفكره هذه. فوالا قعدت غير شويه ولي شوت ما يترماوش، يتخباو دون لو ساشي ينطمو كامل كما قلت لكم. نروحو دوك للقليان، الزيت طبعا تكون سخونه ان تيست. خذوا جزء من العجينه هكذا شوفوا هاوليك. دونك الزيت راهي دافيه هنايا لو بلاطو راكو تشوفوني مغلفاتو بساشي كما قلت لكم العدو اللدود اللي هو الهواء. هايلك على المباشر راكو تشوفوا بعينيكم، شوفوا كيش طلعت كيفاش نبلت. النار ما تكونش قويه طبعا، بعد ما تسخن الزيت نقصوا لها شويه، ماشي ميته وماشي قويه تكون متوسطه ان فو مويا. لويل دو فريتور دو تيتر بيان شود. فوالا والقليان يكون دوغي لون ذهبي جميل هايلك. وفوالا نحاولك اللون اللي نحبه وتخلوها تقطر. نقليو غير بالعقل كيما راكو تشوفو هنا هايلك الكميه. هنايا تخليوها تبرد، لازم تبرد، ما تعسلوش اياكم وتعسل وهي سخونه، خليوها تبرد تماما. تانيك أستيس واحد أخرى باش ما تجلدش وتقعد توجور كوستيانت. هايلك راكو تشوفو. للأسف بعد ما عسلت راه قلت لكم راحوا لي بعض المشاهد للأسف، جبت بعض الصور أوغزمو كاينة لا فيديو تاع السيدة حفيظة تاع جاتو بابو، لا فيديو تاع شان جاتو بابو، نحيت لها شوية صور. تقدروا راح ندير لكم الرابط تاع هايلك، راح ندير لكم الرابط تاع السيدة حفيظة اللي ورات فيها السنيوة اللي كنت درتها لها كادو أونتخ أوتخ في هاد السمسة. شوفوا لا فيديو راح تبان لكم يعني كما نقولوا بيان. استسمحكم غدرت بيا هاد المره، الله يعني الله غالب. فوالا حبايبي ان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو، ان شاء الله تجربوها وتنجحوا فيها. واش نقولكم ربي يتقبل منا ومنكم ان شاء الله صالح الاعمال، وان شاء الله تعيدوا بالصحه والهنا، كل عام وانتم بخير، وغفر الله لنا ولكم وتقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمه الله.